طقس حار نسبيا يوم السبت ورياح شرقية مثيرة للأتربة وانخفاض واضح على درجات الحرارة يوم الأحد، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الغد، لتكون الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة. أما فيما يخص الرياح، هنالك رياح شرقية قد تكون مثيرة للأتربة يوم الأحد، كما نشاهد هنا بسرعة هبات الرياح، حيث نشاهد أن يوم الأحد تنشط هذه الرياح في معظم مناطق المملكة. لذلك نود تنبيه مرضى الجهاز التنفسي في هذه الأوقات، وتحديدا في مساء يوم الأحد وصباح الاثنين. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجات الحرارة 20 درجة مئوية، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كيلومتر. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء مغبرة يوم السبت، تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية نهارا وليلا إلى 17. أما يوم الأحد والاثنين فيطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، لتصل إلى 22 درجة مئوية نهارا مع وجود سرعة للرياح، أما ليلا تصل ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، حيث تكون الأجواء مغبرة ورياح نشطة في عامة المناطق. في إربد من 35 إلى 18 درجة مئوية ليلا، في المفرق من 33 إلى 18 درجة، في جرش من 34 إلى 19، وفي عجلون من 32 إلى 16 درجة مئوية. أما في عمان من 31 إلى 17، في الزرقاء من 34 إلى 20 درجة مئوية، في البلقاء من 32 إلى 17 درجة مئوية، في مادبة من 32 إلى 17، في البحر الميت الأجواء حارة، تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية نهارا و26 درجة مئوية في ساعات المساء. في المناطق الجنوبية الكرك 30 إلى 16، في الطفيلة غيوم متفرقة من 30 إلى 15 درجة مئوية، في معان أجواء غائمة من 32 إلى 17، في الشرى من 27 إلى 13 درجة مئوية، وأيضا أجواء حارة في العقبة من 36 إلى 24 درجة مئوية في ساعات المساء. في المناطق الشرقية من 32 إلى 22 في الرويشد، في الصفاوي من 34 إلى 21، وأخيرا في الأزرق أجواء حارة من 35 إلى 22 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقرير. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.